عليكم، مرحبا بكم بالفوف ديال الدجاج معمر بالكفتة وبالكبدة والقنيصات. هذه هي الوصفة اللي غادي نشوفوا اليوم. غادي نرافقوه بصلصة، غادي نديروها بالسبانخ والكريمة. تابعوا معايا. فقلت لكم انه غادي نديروا ملفوف بالدجاج، معناه اننا غادي ناخذوا الدجاجة كناخذوها كنحيدوا ليها العظام ديالها. دجاجة ديزوسي كتبقى الجلدة تبقى صحيحة. كنحلوها، كنحلوا الجهة ديال الفخاد وكنزولوا داك العظيمات كيف كتشوفوا معايا. كتجي بحال هكذا عامله بحال شي هيدوره ولا شي زربيه مسرحه. كنجيبوا ليها داك العماره كنزلوها فيها وكنلفوها وكنديروها من بعد كطيب بالبخار، كتجي من ألذ ما يكون. بالنسبه للمقادير اللي غادي نوظفوا في التحضير ديال الدجاج، غادي نديروا تتبيله في الاول غادي يكون فيها صوص صوجا، ثومه، الزعتر وسكينجبير. كناخذوا هاد المقادير هادو من الاحسن نطليوهم للدجاجه ونخليوها في الثلاجه تشربهم واحد ساعتين ولا ثلاثه. من بعد كناخذوا الكبده ديال الدجاج، كنشريو اون باركيت، داك لي باركيت صغار كيكون مخلط فيهم الكبده مع القنيصه والقلوبه. كنجيبوا الكبده كنخليوها صحيحه، حكينا الكوزه غادي نديروها تشحر مع شويه ديال البصله وريقات ديال سيدنا موسى وشويه ديال الزيت، كنخليوها تشحر حتى كيمشي منها الدم، كنحيدوها تنزلوها على جنب. بالنسبه للقنصه والقلب كناخذوهم تنديرهم في واحد الكاسرونه معهم شويه الخل، كنديروا لهم ضريس ديال الثومه وريقه ديال سيدنا موسى وشويه ديال الزعتر ونخليهم يتسلقوا. منين كيتسلقوا كنطحنوهم بحال هكذا غير باش نربح الوقت، لانه ما يبقى لينا شيء الوقت، يعني الوصفه شويه طويله. كنطحنوا هذا القلب والقنصه مسلوقين في الخل والثومه وريقه سيدنا موسى وشويه الزعتره، مصفين ومطحونين في الطحانه. وهنا عندي الكفته ديال الدجاج. شفتوا معايا وجدت لا ماريناد باش غادي نرقدوا الدجاج ولا الهبره ديال الدجاج. حكينا الثومه، زدنا عليها لاصوص صوجا ودرنا معاها سكينجبير غبره. الا كان متوفر عندكم سكينجبير طري تيمكن لكم تحكوه وتعوضوا به سكينجبير غبره. كننزلوا الدجاج فوق من ورقه ديال الالومنيوم اولا ورقه ديال البلاستيك الغذائي اللي غادي تلف فيها وغادي يطيب فيها، وكندهنوا داك الجهه كلها ديال الهبره بداك لا ماريناد. كان احسن الا خليناها في الثلاجه، غطيناها وخليناها في الثلاجه تشربها مزيان، اولا نديروها بالليل ولا غدا عاد نصيبوها. بالنسبه للحشوه درت ليها جوج ديال الدروس ديال الثومه محكوكين بحسب الكميه ديال الدجاج اللي حنا غادي نستعملوا، جوج معالق كبار ديال البصله مشحره حتى تعسلات، القنصه والقلب اللي سلقنا وطحنا، الكفته ديال الدجاج، كنزيدوا عليهم الكوزه محكوكه لانه هي اللي كتعطي داك الطيبه اللذيذه ديال لا شاركوتري العماره، زدنا شويه ديال الملحه، البزار، السكينجبير والزبده. كندلكوا هذا الخليط مزيان حتى كيتخلط داك الكفته مع القنصه والقلب والمقادير الاخرى. غادي ناخذوا هذه العماره هذه اولا الحشوه ونديروها فوق من الهبره ديال الدجاج. انا كيعجبوني بزاف هاد لي غولي بحال هكذا، انه كتعجبني لا شاركوتري ولكن كنفضل انني نصايبها في الدار. كتطلب المكونات دروك حنا كنكونوا عارفين شنو دايرين فيها وكتجينا شي حاجه اللي هي بنينه وعلى الذوق ديالنا وبمقادير اللي حنا مختارينهم وشارينهم وجايبينهم من السوق. كناخذ الكبيده اللي طيبت في البصله مع داك البقه ديال سيدنا موسى وشويه ديال الكوزه، ما كنساوش شي نملحوها شي شويه، كناخذوها كنصفيوها وكنزينوا بها العماره. كنلفوا القطعه ديال الدجاج اللي مطلوقه كنلفوها على نفسها باش كنحصلوا على ملفوف. كنستعملوا بطبيعه الحال البلاستيك الغذائي باش يلاه كنجمعوها من الجناب باش كتزير وكتبقى قابطه الشكل ديالها والمنظر ديالها ملي تكون طيب. كنعاودوا نغلفوا البلاستيك الغذائي بورقه ديال الالومنيوم. كنجيبوا الكسكاس نزلوا فيه الملفوف وكنديروه كيتفور بالبخار، ياخذ لينا تقريبا واحد ساعه الا ربع حتى لساعه. بعد ما كيطيب بطبيعه الحال كنحيدوا له داك الغطاء اللي كنا مغطينو به وكيمكن لينا ندوزوه في الفران يتحمر، ندهنوه بشويه الزبده نديروه في الفران يتحمر، اولا نستعملوا المقله وندورو فيها وداك ساعات راه كيكون شاد في راسو. بالنسبه للصوص اللي غادي ترافقوا، لصوص اللي غادي ترافقوا غادي نصيبوها دابا، غادي ندير شويه ديال الزبده باش تذوب، غادي نرجعوا ليها البصله اللي مشحره نخليوها مازال تعاود تعسل شي شويه مع معلقه صغيره ديال النشا. خليت البصله مع النشا حتى تشحروا مزيان وكيولي اللون ديالها عسلي.
خلال هاد الاثناء كنت كنشحر في المقله لي زيبينار حتى طاحوا، كنمرقوا البصله بالمرق ديال الدجاج وتنخليوه يغلو يعاود حتى كتبان لينا الصلصه بدات كتختر. كنضيفوا عليها لي زيبينار مشحرين وكنضيفوا عليها نص كاس ديال لاكريم. كنخليو الكل كيغلى فوق من عافيه مهيله. كنذوقوا المرقه ونشوفوا واش خاصها الملحه اولا البزار. بالنسبة للغولي كيجي بحال هكذا، كنقطعوه على شكل شرائح أو دوائر، كيجي لذيذ، النسمة والطيبة ديالو رائعين. وكنرافقوه بالصلصة ديال لي زيبينار اللي وجدنا بالمرق ديال الدجاج. شهية طيبة مشاهدينا، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة ووصفات أخرى. إلى اللقاء.